صار على وين ده اشوف عندك بتر بالايد اليسرى، شنو هذا البتر والحركة؟ الحمد لله شكرا. هذا البتر اللي رحت سبحان الله انقذ انسان اللي هو سبحان الله صار انفجار منطقة الشعلة تاريخ 24/4/2005، فصار انفجار سيارة مفخخة، فبادرنا أنا والإخوان أن ننقذ نسعف الإخوان اللي راحوا ضحية الانفجار الأول، فرحنا سبحان الله نشيل الشهداء والجرحى أثناء نقلي للإنسان اللي نقذته سبحان الله هو نقذ حياتي. هذا الإنسان من رحت أشيله وأخليه بالسيارة صار انفجار سيارة ثانية. هاي السيارة الثانية من صار الانفجار ما تقريبا عني حوالي 6 مترات أو 5 مترات، فصار الانفجار الثاني سبحان الله راس الطفل راح كله وي ايدي بطل الراس هنا والحمد لله وشكر الايد راحت لنا، لكن الحمد لله وشكر اعطيناها للوطن ما راحت الشيء، لان احنا ناس نحب وطننا ونحب تراب ارضنا، وهاي الايد راحت لكن الحمد لله وشكر بقت الثانيه اللي ندافع بها عن حقوق هؤلاء الناس الضحايا اللي راحت نتيجة دناءة الإرهابيين ودناءتهم. يعني شوف شلون يعني سبحان الله، يعني اللي جثة الشهيد الميت خلوا لك عليها عبوات أو خلوا لها شيء، الإنسان من يروح يفزع يريد يشيل هذا الإنسان الميت، إذا هذا الإنسان الميت يروح إلى أشلاء مقطعة ويقتل مرة ثانية، فهاي دناءة الإرهاب. نشوف أكو انفجار أول صار انفجار ثاني يجي حزام ثاني، فهاي دناءة هؤلاء الإرهابيين.